انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتفعيل المزيد من التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قام سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء بأخذ المبادرة بطلب الاجتماع مع سعادة السيد أحمد العامر عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، حيث قام الوزير بتقديم عرض مرئي شامل عن إنجازات مملكة البحرين في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال والتقدم الكبير الذي تم إحرازه من منطلق اهتمام القيادة والحكومة الموقرة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة وتفعيل استخداماتها من أجل طاقة مستدامة وبيئة خضراء. وقال الدكتور ميرزا إنه من المهم أن نحرص على إطلاع السلطة التشريعية على تلك المعلومات والخطط والمشاريع المتعلقة في مجال الطاقة المتجددة. من جهتهم أشاد أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمبادرة وجهود الوزير والمسؤولين بقطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة في السعي والعمل على تحسين جودة الخدمات والوصول إلى التميز، مؤكدين خلال اللقاء على أن تعزيز سبل التواصل واللقاءات المتواصلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية سيثمر عنها تحقيق العديد من الجوانب التطويرية التي يطمح ويتطلع إليها المواطن البحريني، معربين عن مدى سرورهم بما يتم تحقيقه في قطاع الطاقة المتجددة من إنجازات واضحة بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة للأجيال القادمة. قمت بالمبادرة اليوم بالاجتماع بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من رئيس وأعضاء اللجنة، وقدمت لهم عرضا متكاملا عن استراتيجية حكومة المملكة البحرين في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك شرحت أن هناك الآن أهداف وطنية وخطة وطنية لرفع كفاءة الطاقة وخطة وطنية أخرى للطاقة المتجددة والمبادرات والمشاريع التي تعمل عليها اللجنة، خصوصا أن مجلس الوزراء الموقر وافق على تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير الكهرباء والماء وفيها عضوية من جميع الوزارات المعنية للتأكد من تفعيل ما ورد في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة. استمعنا كذلك لاقتراحات وأفكار أصحاب السعادة النواب وأجبنا على أسئلتهم، وسوف نأخذ المقترحات المفيدة في الاعتبار في خططنا المستقبلية. تم شرح سبل الطاقة الجديدة المستقبلية في البحرين وطرق تنفيذها وكفاءتها ومدى إمكانية توفير كثير من المبالغ في حين تنفيذها، وخطة البحرين إلى سنة 2025 اللي هي منمثقة من خطة 2030 لاستخدام هذا النوع من الطاقة. طبعا الشرح كان جدا وافي والمعطيات مبدئية عن المشروع، أنه مشروع جدا ناجح وهو مشروع يعني في بداياته في البحرين، بس البحرين تستطيع أن هي تسرع الخطوات بالتكاتف مع جميع الأجهزة الموجودة سواء وزارة الإسكان، وزارات الحكومية كذلك والمدارس، أن نبتدي يعني ضخ مثل هذا المشروع، وإحنا إن شاء الله راح ندعمه وراح يعني يكون له أثر كبير في الاقتصاد البحريني وفي التوفير على المواطن إن شاء الله خلال السنوات القادمة.